اجري اجري نزل الواتساب عشان اضيفك بجروب العيله. يلا يا ولد. مش هنزل الواتساب بتاني ومش هدخل اي جروب، سامحني يا بابا. ما تقولش يا بابا، انا مش ابوك من النهارده، مش ابوك. كل ده عشان طلعت من الجروب؟ هو ده شويه يا روح امك، كله بسببك. لو كنت مربيها ما كانش. كله بسببك. لو كنت مربيها ما كانش. كله بسببك. كفايه يا حاج، كفايه كفايه. ليه ليه عملت كده يا ابن الكلب؟ ليه؟ انت ايه؟ امشيها لك، ما انت عصبيه، مش مشكله، كملي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ فهمني. انا زهقت يا امي، طهقت. كل يوم يجي لي 500 اشعار، صبح ظهر عصر ليل فجر. وفيها ايه يا روح امك؟ مش عاجبك؟ ابعت لك صوره ورده الصبح واكتب لك صباح الخير، ما تردش عليا، مشيتها لك. ابعت لك فنجان قهوه واكتب لك صباح الخير، ما تردش عليا كمان، عديتها لك. طب ابعت لك قصه خرافيه واقول لك ابعتها لعشر تنفار، هتفرح فرح جديد، ولما ما تبعتهاش هتحزن حزن جديد. تقوم ما تبعتهاش هتحزن حزن جديد. ليه يا ابني؟ ليه؟ هو الحاج، لما الحاج ابوك لما يبعت لك الرسائل ما تبعتهاش لحد؟ طبعا لا. الحوي. طبعا لا. هو انا جايب الكلام ده من جيبي؟ جايبه من جيبي؟ بص، مش قلتلك هتحزن حزن جديد؟ تضربني علشان حتة جروب؟ واضرب امك كمان. طب ايه رايك انا رايح البنك ومش راجع الواتساب تاني؟ لا اوعى يا ابني، اوعى تعملها. تروح فين؟ ممكن الشنك حاج. انا نزلت الفايبر قبل كمان وعملت جروب هناك. ادي اخرب تربيتك يا فاطمه، نادي اخر تربيتك. ليه يا ابني بس؟ ليه؟ مين دلك الفايبر يا واد؟ ليه تعمل في امك كده يا واد؟ ليه يا ضنايا؟ ليه؟ قولي عملت جروب مع مين؟ ليه تخرب بيتنا؟ ليه؟ احكي انطق، اتكلم يا واد. سيبيه يروح مطرح ما هو عاوز. انا همسحه من جروب الواتساب. لا مش بس من جروب الواتساب، انا همسحك من السوشيال ميديا كلها. لا يا حاج. كل ده ليه؟ عشان واجهتكم في الواقع؟ امسحني من كل الجروبات. انا خلاص لقيت نفسي. الله على الفايبر والله على دنيا الفايبر، مش كده يا عبد البسط حموده؟ ومواضيع الفايبر وناس الفايبر بسيط. تعمل ايه يا حاج؟ ده انت هو على الواتساب، ده ماسح اخر كبار. امانه يا حاج. وده انت على الماسنجر. ابوس ايدك يا حاج. بلوك واخر كبار حاج. وده انت على الفيسبوك.